نعم، وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لأن كثرة المنكرات والجلوس فيها، ما الذي يحدث؟ يألفها الإنسان ويشربها والعياذ بالله، ويصبح كالكوز مجخيا مربادا مقلوبا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هوى عفا الله وإياكم. لكن كلما بدأت أنك أنت تنكر على قدرك من غير أن تسبب منكرا، ولذلك قالوا: إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه حرم التغيير، كما ذكر ابن تيمية مجموع الفتاوى، وإذا ترتب عليه منكر أصغر منه فإنه وجب التغيير، وإن تساوى استحب لك من التغيير. هذه نقاط من النقاط إيش؟ من النقاط المهمة. وكل على قدر. إنسان يقول لك: أنا ما أقدر أغير بلساني، يعني أحرج، ما عندي أسلوب، ما عندي الدليل. نقول: لا يخلو أو لا تخلو سيارتك من المطويات الجميلة، هذه الصغيرة الجميلة الرشيقة، عن حكم الأغاني، حكم التدخين، حكم حلق اللحية، حكم الإسبال، حكم كذا. كل ما لقيت إنسان ومعك مسواك أو معك حلوى بأسلوب لطيف وأسلوب جميل، تسلم عليه وتبتسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ثم تهديها إليه، ثم إيش؟ ثم تنصرف. إنسان يا إخوان أسلم عن طريق واحد كان يجي يعبي البترول ستيشن، يقول له إسلام إز جود، بس إسلام إز جود، إسلام إز جود، قاعد يقول له إسلام إز جود بس كده. لما جاء المكتب التعاون ووزع الكتب أسلم الرجل من كلمة واحدة: إسلام إز جود.